من LBCI مساء الخير، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. التظاهرة أمام السفارة الإيرانية لم تمر على خير. مسلحون يقتلون هاشم السلمان مسؤول الطلاب في حزب الانتماء اللبناني. الجيش السوري يستعد لبدء معركة حلب مستفيدا من الوهج المعنوي لمعركة القصير. الجرحى السوريون يصلون تباعا ويتوزعون على مستشفيات في الشمال والبقاع. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير، العنوان اليوم هاشم السلمان وهو مسؤول الطلاب في حزب الانتماء اللبناني. لم يقتل في حادث تعارك عفوي، بل إن قتله تم عمدا. الحادث وقع أمام السفارة الإيرانية في بيروت. جميع الشهود في المحل تحدثوا عن مجموعة من الشبان معهم عصي وأسلحة فردية، ونصيب هاشم السلمان كان ضربا بالعصي وبضع رصاصات في بطنه. أما بيان قيادة الجيش اللبناني فوصف الحادثة على الشكل التالي: حصل إشكال بين عناصر الموكب وبعض المواطنين، تخلله إقدام بعض أحد الأشخاص على إطلاق النار من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح. العنوان الثاني اليوم: تظاهرة خجولة ضد تدخل حزب الله في سوريا قابلتها تظاهرة وهمية مع تدخل الحزب في سوريا. العنوان الثالث: استمرار توافد الجرحى من القصير إلى لبنان. هذه العناوين الثلاثة تكرس الانغماس اللبناني في الأزمة السورية وكذلك أعباء هذه الأزمة على لبنان، في وقت تبدو هذه الأزمة في طريقها إلى مزيد من التصعيد. فبعدما حسم جيش النظام وحزب الله اللبناني معركة القصير، تتجه الأنظار إلى حلب، حيث نقل عن مصدر عسكري سوري أن من المرجح أن تبدأ معركة حلب خلال أيام أو ساعات. وكتبت صحيفة الوطن أن الجيش السوري سيوظف تجربة القصير ووهجها المعنوي في المعركة. البداية من الحادثة أمام السفارة الإيرانية. إذن قتيل من حزب الانتماء اللبناني وعدد من الجرحى في إشكال بين معارضين لحزب الله ومناصرين له قرب السفارة الإيرانية في بيروت. لم يكن أحد من المجموعة المنتمية إلى تيار الانتماء يتوقع أن يحصل معه هكذا بالقرب من السفارة الإيرانية في بئر حسن. هدفهم من النزول إلى هناك رفض تدخل إيران وحزب الله عسكريا ضد الشعب السوري. نحو 30 شابا من التيار قدموا في باص وفان لتنفيذ اعتصامهم، ولدى نزول بعضهم من الباص واجهتهم مجموعة من الشبان ترتدي ثيابا سوداء وتضع شارات صفراء على أيديها بالعصي وبالضرب، فأصيب نحو 10 بجروح، فيما سمع إطلاق عيارات نارية من مسدس أو أكثر. ليتبين في وقت لاحق أن مسؤول الهيئة الطالبية في تيار الانتماء هاشم السلمان 29 عاما أصيب في بطنه إصابة بليغة بالرصاص وتوفي بعد نقله إلى مستشفى الحرير الجامعي. تفرقت المجموعة وغادرت المكان ونقل الجرحى إلى المستشفيات، وعمد الجيش إلى قطع الطريق المجاور لمدخل السفارة. حصل كل هذا من دون أن يسمح لكاميرات التلفزيونات المحلية بالتصوير. هجموا علينا من البنايات، من الأنفويات سود، مصان السود بالسلاح، بالعصي، بكل أنواع بالأسلحة الأبيض، بكل أنواع الأسلحة. أولاد، معنا أولاد ومعنا أطفال، بلشوا قواس، بلشوا ضرب بالنسوين. ما رح يفزعنا، نحن رح نبقى مستمرين ضد هذا التدخل بسوريا وأنه شبابنا يقتلوا بسوريا. رئيس تيار الانتماء حض المسؤولين إذا كانوا كذلك، كما قال، على توقيف من قتلوا هاشم السلمان. هيدا هاشم السلمان شيعي، ابن شيعي، حفيد شيعي، وحفيد حفيد شيعي. قتلوه قدام أعين كل العالم، صوبوا له رصاص على بطنه، والجيش والدرك وكل شي فيه مؤسسات الدولة عم يتفرجوا عليه. خلاص سقط القناع، نحن عم نتعاطى مع مجموعة ما بتتقبل الرأي الآخر ولا هلأ ولا بعد مليون سنة. الجيش اللبناني أوضح في بيان أصدره أنه أثناء وصول موكب تابع لجهة سياسية إلى منطقة بئر حسن للاعتصام أمام السفارة الإيرانية احتجاجا على الأحداث في سوريا، حصل إشكال بين عناصر الموكب وبعض المواطنين، تخلله إقدام أحد الأشخاص على إطلاق النار من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطرة ما لبث بعدها أن فارق الحياة. ولفت البيان إلى أن الجيش مستمر بملاحقة مطلق النار لتوقيفه. وأمام مستشفى رفيق الحرير الجامعي حيث نقلت جثة القتيل حضرت عائلته من دون أن يسمح بالتصوير في الداخل، فيما اتخذت إجراءات عسكرية في محيط المستشفى منعا لأي تداعيات. وفي ساحة الشهداء اعتصام مندد بتدخل حزب الله في الحرب الدائرة بسوريا.
هكذا زنرت القوى الأمنية ساحة الشهداء تزامنا مع اعتصام لتجمع اللبنانيون مع حرية وكرامة الشعب السوري رفضا لتدخل حزب الله في سوريا. المعتصمون حضروا رافعين الأعلام اللبنانية وأعلام الثورة السورية. يعني ما معقول لا شرع ولا دين بيقول مسلم يقتل مسلم. اللي وزع حلو بالضاحية بحط له على المر على النار وجايينهم. ونحن بنقول له رجع مقاتلينك وارجع على لبنان. صالح المشنوق هاجم في كلمته حزب الله وأمينه العام مشيرا إلى أن الحزب يسيطر على كل البلد. قتال حزب الله في سوريا مشروع فتنة سنية شيعية بلبنان. قتال حزب الله في سوريا مشروع مقاطعة عربية للبنان. رسالتنا الثانية إلى أخواتنا العرب، لبنان بلد محتل من قبل إيران، هذا هو عدونا المشترك. ليس بعيدا عن ساحة الشهداء دعا أنصار المقاومة إلى اعتصام مضاد بالقرب من مبنى العزرية دعما لقتال حزب الله في سوريا، إلا أن أحدا لم يحضر، فنجت بيروت من حرب الساحتين. وأمام السفارة السعودية في بيروت نظمت حركة الإنقاذ بقيادة خالد عبد الفتاح اعتصاما احتجاجا على ما اعتبرته تخاذلا سعوديا في نصرة أهل السنة. ورفعت خلال الاعتصام لافتات حملت شعارات مناهضة لتدخل حزب الله في القصير، وكانت كلمات مؤيدة للثورة السورية ومنددة بالسياسة الإيرانية في المنطقة. وقد واكبت الاعتصام إجراءات أمنية. نعيش أعظم. وفي البقاع أقدم مجهولون على خطف 5 سوريين من ساحة اللبو كانوا في طريقهم إلى عرسال واقتادوهم إلى جهة مجهولة. أكثر من 85 جريحا سوريا نقلوا من الداخل السوري إلى مستشفيات لبنان منذ يوم الجمعة، 35 منهم يخضعون للعلاج في الشمال. بث الناشطون السوريون أفلاما عن فرار أهالي القصير وعناصر الجيش السوري الحر في البراري والبساتين عقب الهجوم الأخير على المدينة من قبل القوات النظامية وحزب الله، وأظهرت الصور جرحى يفترشون الأرض منذ 4 أيام وهم بحسب الناشطين أمام خيارين، إما الموت وإما محاولة الوصول إلى لبنان. 35 جريحا وصلوا إلى الحدود ونقلهم الصليب الأحمر اللبناني والدولي إلى المستشفى المني في الشمال. آخر شيء يعني تحاصرنا 5 أيام بساتين للحسانية، لا مي ولا أكل ولا شيء منهم. صرنا ناكل لوز، نكسر قلب لوز وناكل، وشفنا بستان عفوا مزرعة بطيخ أخضر كمان إساته صغير، صرنا ناكل البطيخ الأخضر بس عشان المي. يعني حتى في بعض الجرحى ما في كوادر طبية، يعني مثلا أنا حاطط شفت نبريج بلاستيك لأيدي. تعرضتوا لكمائن على الطريق؟ تعرضنا كثير، يعني وكل ما تعرض يسقط شهداء أو يسقط جرحى. هؤلاء الجرحى وجميعهم من الشبان يخشى من يهتم بهم على حياتهم ويطالبون الدولة اللبنانية بحمايتهم، لسيما وأن زحف المصابين إلى لبنان مرشح للارتفاع. عدد الجرحى ما بين 1300-1700 جريح موثقة وبناء على المشافي الميدانية والقادة الميدانية على الأرض. اللي خرج دخل لبنان لحد الآن ما بيتجاوز 80 جريح، الباقي كله منتشر من القصير باتجاه المناطق المجاورة. الزحف باتجاه لبنان عم يكون تدريجي وخفيف بسبب الأحداث الأمنية. إذا بقي فيه إنسانية بهالعالم أنه يأمنوا ممرات آمنة للجرحى. في الوضع الصحي بدأ هؤلاء الجرحى في حال إرهاق شديد، وبدت جروحهم المتوسطة والخطرة بحاجة لعلاج سريع، لا سيما وأن الرعاية الطبية كانت مفقودة. عم نشيل العفونة من الجرح، أهم شيء قبل ما نعمل له أي شيء، قبل ما نصوره، قبل ما لأنه في عندك حالات كتير سبتسمية تجرسم بالدم، التهابات مزمنة أسبوع زمان يعني، والجرح معفن. في مستشفى المني وجه آخر لما جرى في القصير، وجه يظهر بوضوح ما يعاني منه من تصيبهم شظايا الحرب. في الملف السوري القوات النظامية تستعد لبدء معركة استعادة حلب وريفها. من المرجح أن تبدأ معركة حلب خلال أيام أو ساعات، إعلان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري، مشيرا إلى أن الحملة في مدينة حلب وريفها تهدف إلى استعادة القرى والمدن التي احتلها المقاتلون. حملة كانت أسمتها مصادر عسكرية لقناة روسيا اليوم بعملية عاصفة الشمال لاسترجاع ريف محافظة حلب. وكالة سانا تحدثت من جهتها عن مواصلة الجيش عملياته ضد تجمعات إرهابيين في محيط مطار منغ وسجن حلب المركزي، كما أشار إلى تدمير أرتال من سيارات مسلحين على طريق حليتان عندان وطريق أعزاز منغ. تزامنا أكد رئيس الحكومة السورية أن الشعب سيحتفل قريبا بالنصر على المؤامرة بفضل تلاحمه والجيش. سلطة عزيزات،
الجيش الحر. مواقع المعارضة تحدثت من جهتها عن وصول تعزيزات لمقاتلي المعارضة إلى مناطق في حلب، كما بثت مشاهد لحركة نزوح من ريفها الغربي. من جهة أخرى تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن مقاتلين إسلاميين في حلب أعدموا مراهقا سوريا رميا بالرصاص أمام أفراد عائلته متهمين إياه بالكفر. دوليا أعلن وزير الخارجية البريطانية أن تحقيق النظام السوري إنجازات على الصعيد الميداني يصعب مساعي تنظيم مؤتمر دولي حول النزاع في سوريا وإنجاحه، معتبرا أن تأخير عقده أمر مقلق ومحبط. وفي الأردن الأسد المتأهب، وهي تدريبات تشارك فيها آلاف القوات المتعددة الجنسيات، وهي تدريبات لا علاقة لها بما يجري في سوريا كما أكدت عمان. الصراع بين النظام والمعارضة في القنيطرة يزيد بالخوف الإسرائيلي. أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره بشكل جديد على طول الحدود السورية في الجولان لمواجهة حال انفلات أمني متوقع من جراء ما أسماها اشتباكات الكر والفر على معبر القنيطرة، وإعلان النمسا سحب عناصرها من قوات حفظ السلام الدولي الفاصلة بين الطرفين. وقال ناطق باسم الجيش إن إسرائيل تعمل على منع قيام تنظيمات معادية باستغلال الوضع وتنفيذ عمليات اختطاف ليطلق تدريبات لمنع عمليات كهذه. جهود الاختطاف لديهم ستتضاعف إذ أنهم على قناعة بأن هذه العمليات هي أنجع وسيلة للتأثير على إسرائيل. وفيما بحث رئيس الحكومة التطورات في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، بعث بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة برسالة تحذير لسوريا، مشيرا إلى أن التطورات قد تدفع بإسرائيل لاتخاذ الخطوات الضرورية للدفاع عن نفسها. تفكيك القوات الدولية في الجولان يؤكد أن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد في أمنها على جهات دولية، فهؤلاء جزء من تسوية سلمية. أما الجيش فأقام نموذجا لقرية سورية أو لبنانية في قاعدته العسكرية اليكيم في الشمال، تدرب على احتلالها طيلة 5 أيام وعلى كيفية مواجهة عناصر حزب الله وعناصر سورية معادية. نتنياهو انزعج من الأنباء التي وردت في إسرائيل وقالت إن الأسد يسعى لجر أقدامه إلى الحرب الداخلية في سوريا، فجاءت تصريحاته وتحركات جيشه ليس فقط لاستعراض العضلات، إنما للرد بالأساس على التحذيرات الداخلية من التورط في الحرب السورية. أمال شحادي من مدينة حيفا. أبدى رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان جان لوي توران مخاوفه حيال الوضع في لبنان، محذرا من دفعه فاتورة النزاع السوري من خلال تدفق اللاجئين إليه، ومبديا قلقه من تنامي ظهور ما سماها الميليشيات. أوضح مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام للLBCI أن لا أجواء سلبية في ملف مخطوفي أعزاز، بل على العكس فإن الملف يشق طريقه حسب آلية التفاوض المعتمدة سابقا بالتنسيق والتعاون مع الدول المعنية التي تساهم بكل جدية في حل هذه القضية. وأضاف المكتب أن اللواء عباس إبراهيم قد زار دمشق في اليومين الماضيين وتباحث مع مسؤولين سوريين فيما وصلت إليه الاتصالات استكمالا للوصول إلى عملية الإفراج، وقد عاد بأجواء إيجابية أكدت على روح الزيارات السابقة. وأشار المكتب إلى أن لا ضرورة للإعلان عن تحركات المدير العام لمتابعة هذا الملف إن في الداخل أو الخارج، وعندما تكون هناك ضرورة لا يتوانى في وضع التفاصيل أمام الرأي العام وأهالي المخطوفين الذين هم على اطلاع بما يقوم به. فنيش وإملاء الشروط. والوزير شربل يشرح وجهة السير للأحد. تابعونا بعد الفاصل. بكم من جديد ونتابع النشرة مع التطورات في طرابلس. التطورات الداخلية وكيفية تثبيت الهدوء في مدينة طرابلس عرضها الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس فؤاد السنيورة ميدانيا، وبعدما نجح الجيش في فرض الأمن في مناطق الاشتباكات في عاصمة الشمال، بدأت قوى الأمن الداخلي بتنفيذ خطة أمنية لتثبيت هذا الأمن، حسب ما أعلن قائد سرية طرابلس العميد بسام الأيوبي الذي وجه نداء إلى المخلين بالأمن أن يرحموا أهالي المدينة أولا وأن يرحموا أنفسهم، لأنه منذ هذه اللحظة سيكون حزم مطلق في التعامل معهم. الوزير محمد فنيش اعتبر أن الفريق الآخر ليس في موقع يسمح له بإملاء الشروط حول تشكيلة الحكومة.
البعض بدأ يرفع سقوف عالية ما بده يتعلم من تجربته. نحن نقول لهؤلاء بكل وضوح: لا ترفعوا سقوفا لا تملكون القدرة على الحفاظ عليها. هذا البلد لا يحكم إلا بالمشاركة، بالتوافق وبالتوازن. أي كلام غير ذلك سيدخل البلد أو سيلقي البلد في أزمة مفتوحة. عهد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي بعدم السماح بأن تتحول أرض لبنان نبع القديسين إلى أرض الحديد والنار. الراعي وخلال ترأسه قداسا احتفاليا لتطواف تمثال سيد العذراء من نور في بكركي شدد على حاجة منطقة الشرق الأوسط التي تعصف فيها شتى أنواع العنف والنزاعات إلى صوت مسيحي موحد يتجسد في أفعال ومبادرات تجمع بين الأخوة. نعهدك اليوم يا سيرة بكركي ويا سيرة لبنان بأننا نأخذ بيدنا زمام قيادة شعبنا وهو شعبك، ولن نتركه بعد اليوم سلعا في سوق المتاجرة والمكامرة بكرامته وكرامة الوطن. نعهدك يا مريم يا أمنا يا سيدة لبنان بحماية هذا الوطن اللبناني بوجه العابثين بمصيره وبدوره ورسالته. في عين إبل قداس وإضاءة شموع على نية المبعدين اللبنانيين إلى إسرائيل والذين تركوا قراهم بعيد التحرير عام 2000. ترأسه المطران منجد الهاشم الذي دعا الرؤساء والمسؤولين السياسيين والقادة الأمنيين إلى معالجة قضية المبعدين وعودتهم إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن، مشددا على أنه يبذل جهودا مع السياسيين منذ مدة طويلة لمعالجة ما سماه بالمأساة. من طبرجة أعلن الوزير مروان شربل عن نجاح تطبيق خطة السير من خلال تحويله على الطريق البحرية عند نقطة الصفرة، وأشار شربل إلى أن الخطة أعدت ونفذت بعد مشاورات مع رؤساء البلديات وخصوصا رئيس بلدية جوني وبلدية ذوق مصبح، شاكرا المؤسسات والمطاعم التي ساعدت في الموضوع. الخطة هي أنه بنوصل على هالمفرق لقدام شوي، اللي بيحب يكفي على الأوتوستراد بيحب يكفي، واللي بحب ينزل من طبرجة الاتجاه واحد، سيارات شمال يمين ممنوع الوقوف من الساعة 4 للساعة 9، بيضلوا اللي نازل على الطريق البحرية بيقدر يوصل لتقريبا طبية بدون ما يلاقي أي سيارة بالاتجاه. هلأ عم ندرس خطة تانية من نهر الكلب للكازينو، هيدي طبعا مش سابع المستحيلات بس صعبة جدا، رح نلاقي كمان حلول بأقرب وقت ممكن مع البلديات. النائب السابق عدنان عراقجي في ذمة الله. بعدما ابتعد لثماني سنوات عن الندوة البرلمانية رحل عدنان عراقجي رئيس مجلس أمناء الاتحاد البيروتي الذي انتخب نائبا عن بيروت عامي 1996 و2000 ضمن لائحة بيروت التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بعدما فشل عرقجي في الوصول إلى الندوة البرلمانية عام 1992 عند ترشحه على لائحة الرئيس رشيد الصلح، كان عرقجي عضوا في لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والإعلام والاتصالات، وساهم خلال ولايتيه النيابيتين في إقرار العديد من القوانين. مجلس أمناء الاتحاد البيروتي نعى رئيسه واصفا إياه بالمناضل الذي نذر حياته لخدمة القضية العربية. إردوغان للمتظاهرين: للصبر حدود. ويوم الدراجات الهوائية بين جبيل وفرن الشباك، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، نتابع النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. استمرار الاعتصامات في تركيا وإردوغان يهدد. لصبر حكومة حدود في مواجهة المتظاهرين وسنلقنهم درسا في الانتخابات البلدية في العام 2014. بتلك الكلمات خطب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الآلاف من أنصاره بعيد وصوله إلى مطار أنقرة. هجوم ذهب فيه إلى حد وصف المتظاهرين بالجبن كونهم وصلوا إلى حد شتم رئيس وزراء البلاد. Hak arayışı içinde olan bir gençlik olamaz.
إذا كنتم تريدون الحرية لأنفسكم فلا تستولوا على فضاءات حرية الآخرين، سنقاتل في حدود القانون ولن نسمح لناخبين بالاستيلاء على الطرق. Bu ülkenin hak arayan bir gençliği olamaz. موقف أردوغان الذي يقوم بجولة على مدن تركية في خطوة تهدف إلى إظهار شعبيته في وجه الأصوات الداعية إلى استقالة حكومته لم تثني مئات المتظاهرين عن مواصلة اعتصاماتهم. أردوغان يقول أن الجواب سيكون في صندوق الاقتراع، لكن الانتخابات ستكون مجرد تبرير لما يقوم به اليوم. يجب أن نقاطع الانتخابات ونظل معتصمين في الشارع. أريد هذه الاحتجاجات أن تستمر حتى الانتخابات. هذا التحرك أصبح احتجاجا عاما وسنستمر بدعمه قدر الإمكان، وسيكون رائعا أن ينتهي مع عملية ديمقراطية كالانتخابات. وكان فجر الأحد شهد صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي قامت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمنعهم من التوجه إلى البرلمان في أنقرة، كما وقعت مواجهات بين مناصري أردوغان ومعارضيه في أدنى. حذر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي من العاصفة الطائفية والاقتتال اللذين يضربان المنطقة، داعيا إلى النهوض بمشروع للمصالحة الوطنية لمواجهة خطره. كلام المالكي جاء في خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء العراقي في أربيل في زيارة لإقليم كردستان تهدف إلى الحد من التأزم بين حكومتي الاتحاد والإقليم. وبالعودة إلى لبنان، ثلاث مغاور جديدة تزيد من سحر وادي قديشة. كنوز جديدة تظهر كل فترة في وادي قديشة، واد يختزن الكثير من الإرث والمكتشفات. إلى المغاور 103 اكتشفت حديثا. هنا في أسفل بلدة حتشيت مغارة يظللها شلال مياه كشفها متطوعو رابطة قنوبين للرسالة والتراث. مغامرة شيقة للعبور وسط المياه إلى مغارة قد تكون أعمق مما هو ظاهر وتحتاج إلى متخصصين لسبر أغوارها. مغارة ثانية في تجويف صخري تبعد عن الأولى 4 كيلومترات تم اكتشافها بالصدفة. يعني كنا عم نشتغل بسنوبر، عم نحوش سنوبر هان، وبالصدفة أنا لمحت عيني عليها وشفتها وخبرت عن المهتم كشف المغاور. عم نتابع عملية الاستكشاف المغاور وهي بتمتد من وادي أصحية لوادي مرليشة، ومعظم المغاور وادي أنوبين. تغطي جدران المغارة الداخلية طبقات من الترسبات المائية المتحجرة يطغى عليها اللونان الرمادي والأبيض المشبع بلون التراب. هوابط وصواعد بعمق 50 مترا وأشكال تشبه الشموع دفعت المكتشفين إلى إطلاق اسم الشمعة عليها. وهناك مغاور أو محابس شهدت حياة روحية في الماضي فيها آثار واضحة لإقامة الحبساء والنساك. بعض المغاور وجد فيها هياكل عظمية، وأخرى وجد فيها فخاريات ومقتنيات للوازم شخصية وحياة يومية. كل هذه المقتنيات تركت في مكانها لأنها ملك الدولة اللبنانية. مشروع المسح الثقافي لوادي قنوبين يمضي قدما بهدف جعل المنطقة محطة جذب للسياح والباحثين عن إرث ثقافي غابر. الفقرة الطبية مع الدكتور لبيب غلمية. مساء الخير لكل المشاهدين. لما نقول صيف منقول بحر وكمان منقول مسابح. شو وضع المسابح من الناحية الصحية؟ مبدئيا مادة الكلورين مفروض تقتل معظم الجراثيم بالمسابح، بس يمكن تتفاجئوا لما تعرفوا انه هالمسابح منها هالقد نظيفة وفيها بكتيريا اكتر بكتير من بتتصوروا. بدراسة عملت بالCDC بالولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أنه نص الفلترات من المسابح ملوثة ببكتيريا الإيكولاي الناتجة عن براز أو خروج الإنسان. بفتكر هذه المشكلة منا بس بالولايات المتحدة، إنما منشوفها بالعالم كله. لازم يكون في معايير بتضمن إنه كمية الكلورين صحيحة بكل المسابح، لأنه الكلورين بتقتل الإيكولاي وغيرها من الجراثيم بسرعة، إنما البعض الآخر من الجراثيم والطفيليات بحاجة لفترة أطول حتى الكلورين يقدر يتخلص منها. طريقة سهلة لتتأكدوا من نظافة الماء هي إنه تكون الماء صافية وتكونوا قادرين تشوفوا كعب المسبح. هالطريقة منا مضمونة 100% بس بتساعد. بعض النصائح لنسبح على نظافة هي أولاً أنه ما ننزل نسبح إذا كنا عم نعاني من الإسهال. ثانياً ما نبلع الماء من المسبح. ثالثاً اللي عنده أولاد لازم يتأكد من نظافة حفاض الطفل ويغيره باستمرار بالحمام ومش بمكان قريب من الماء. يمكن مستحيل أنه يكون المسبح خالي من الجراثيم، إنما المسؤولين على المسابح لازم يكونوا حذرين كتير ويفحصوا الماء باستمرار.
بكل بساطة عدد الناس بقلب المي لازم يكون أكثر من عدد الجراثيم. بفتكر الكل بيوافقني الرأي. هيدا كان كل شيء بفقرتنا الليلة، منشوفكن قريبا بفقرة جديدة. تصبحوا على ألف خير. والآن إلى الصفحة الرياضية مع خالد. مساء الخير. ببداية الرياضة الليلة منشير إلى أنه مع قرار تجميد بطولة لبنان لكرة السلة، دعا الاتحاد اللبناني لحضور لقاء رياضي عام بنادي الأنترانيك بيسبق تجمع لعدد من أندية الدرجة الأولى أمام مقر الاتحاد اللبناني للعبة. بهالوقت وبعيدا عن مشاكل كرة السلة وبعد نجاح بيكاتون بيروت، نظمت بلدية جبال بالتعاون مع جمعية جرين مايند وجمعية إنسان للبيئة والتنمية جولة جديدة بالبايكاتون بإشراف اتحاد الدراجات الهوائية. يوم رياضي طويل حمل اسم بايكاتون جبال. يوم الدراجات الهوائية بجبال شهد مشاركة أكثر من 400 دراج، وأعطى وزير البيئة ناظم الخوري إشارة الانطلاق لسباقات الكيلومترين 10 كيلومتر وال 21 كيلومتر. البيكاتون ما توقف نشاطه بجبال بل امتد ايضا لمنطقه فرن الشباك، حيث اقامت جمعيه بلدتي بالتعاون مع فرح العطاء وقسم الهندسه بالجامعه اللبنانيه بمناسبه اليوم البيئي اللي اقامته بلديه فرن الشباك. دوليا خطف من بعض الوقت الماتادور الاسباني رافائيل نادال الحدث عن كل الرياضات الاخرى بالعالم بعد فوزه بعد ظهر اليوم للمرة الثامنة ضمن بطولة رولان غاروس الفرنسية، ليدخل كتاب جينيس وباب الإنجازات الرياضية الغير مسبوقة بكونه أول لاعب بتاريخ التنس بيحرز اللقب الفرنسي 8 مرات بعد فوزه السهل بالنهائي على دافيد فيرير 6-3 6-2 و6-3 أيضا. بالبطولة يلي شهدت للمرة الأولى توقفها لدقائق بعد اضطرابات افتعل عدد من الناشطين الفرنسيين خلال المباراة على تبني الحكومة الفرنسية السماح لزواج المثليين. وإلى مغامرة مكسيم شعيا. انطلق فجر اليوم المغامر اللبناني مكسيم شعيا نحو إنجاز جديد بيرفع فيه العلم اللبناني. هالمغامرة هي عبارة عن اجتياز مكسيم شعيا بحرا ودون توقف المحيط الهندي من أستراليا إلى القارة الأفريقية. فرحلة التجزيف بحرا بدأ مكسيم شعيا الساعة 2 فجر اليوم من منطقة بيرث بأستراليا باتجاه جزر الموريس بأفريقيا ليجتاز 6500 كيلومتر بعيدا عن اليابسة برحلة مش ممكن فيها العودة إلا عبر وصوله إلى القارة الأخرى. الـ LBCI راح تكون بتغطية شبه يومية للمغامر اللبناني يلي كان اجتاز سابقا جبل إيفرست والقطبين الجنوبي والشمالي. مع مكسيم شعيا تنتهي صفحتنا الرياضية، بنرجع نحن وياكم لنتابع نشط الأخبار مع ديما ويزبك. شكرا خالد. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع لارا. مساء الخير. طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الليلة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات واحتمال لتساقط بعض الأمطار خاصة بالمناطق الجنوبية. الليلة الحرارة على الساحل عم تسجل 21 درجة. بكرة طقس غائم جزئيا أيضا احتمال لبعض الأمطار صباحا خاصة بالمناطق الجنوبية. بكرة الحرارة ببيروت أقصاها 28 درجة. الريح بالإجمال رح بتكون جنوبية غربية حال البحر معتدل ارتفاع الموج، أما نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و85%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ بكرة التنين غائم جزئيا مع 28 درجة، لنهار الثلاثة بتستقر الحرارة على 28 درجة وطقس مستمر غائم جزئيا، أما للأربعاء والخميس ارتفاع بسيط بالحرارة وبتستقر على 29 درجة وطقس مشمس بالإجمال. وهلأ منشوف صوركم اللي عم تعكس جمال وطبيعة لبنان. صورة كتير حلوة من دولور فرحات جبال، صورة لفلوغة من إلي داغر، جواد ديراني سرنبا، ميشيل رعايدة كفور كسروان، صورة مهضومة لميرا يحشوشي، والصورة الأخيرة عنجر لسارة حداد. مشاهدينا هيدا كان كل شيء لليلة، بتمنى لكم سهرة ممتعة مع بقية برامجنا. تصبحوا على ألف خير. انتهت النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. بداية أسبوع طيبة للجميع، تصبحون على خير.